Thank you for inviting me to Basra. للعراق من بعد معرض الكويت. كان هناك معرض للطيور الجاكوبين في الكويت, ومن ثم وصلت إلى العراق إلى البصرة. وفي الأمس كنت في جولة في شط العرب في القارب, في جولة نهرية, وكانت البصرة جدا جميلة. وأشكر الناس الطيبين على هذه الدعوة هنا في هذا المعرض, وتفاجأت الصراحة في الطيور الموجودة هنا, ذات كواليتي جدا عالي وعالمي, ذات جمال جدا خلاب, وطيور ذات مستويات جدا عالية. وأشكر القائمين على هذا المعرض, وأتمنى لهم في معارض أخرى أكبر وأكثر. الفضل لله يعود. أول شيء هاي بالنسبة لبطل المعرض, يعني فوزي بالمعرض, والحمد لله والحظ أوفر للجميع. وكانت بطولة حلوة, منافسة, احنا نجيب طيور ويمنا احنا نطبق على فكرنا وعلى تطورنا, يعني شنو الطير اللي نريده احنا, المواصفات البي نطلع من عنده حتى هو اللي يفوز الأفضل نطلع. والله أسعار هنا يعني هي $500 $700 سبع أوراق, يعني إلى 10 أوراق 15. وهي أول مرة يدخل لنا الحكام الأوروبي, يعني مثل ما تقول خطوة قدمنا بيها. وماكو قصور كان بالحكام الخليج, بس احنا لابد الحكم سنة عن سنة يتغير على مود كل من يعطينا خبرته. وبالنسبة لهذا الطير الحمد لله والشكر دخل للعراق أكثر من 7 سنوات وطورناه, وجهود الشباب والمربين سنة عن سنة جات تتحسن الطيور. Thank you.